مرحبا. اليوم او هسه راح اتكلم على هذا المنظر اللي شفناه بداية الفيلم على اهل جدة، على الحظر التجوال اللي شفته بالاخبار. فيديو مالتي متأخر اعرف، بس منظر رائع. الالتزام، طيارة تطير، شوارع فارغة، اهل جدة بالسعودية بالمملكة ملتزمين. يعني اذا حق هذا الفيديو كان فشي حقيقي، فانيالكم يعني وصلتوا الى مرحلة المتقدمة. هاي دول العالم المتقدمة اللي توصل. منظر حلو، شوارع فارغة ملتزمين بالقوانين، بس السيارات الخدمية، سيارات الشرطة، الاسعاف كانت هاي. ادق لكم التحية. هواي دول للأسف ما تقعد تعرف خطر الوباء اللي احنا بيه. تحية لأهل جدة. وإذا عندكم فيديوهات أو أي تعليق، أو إذا كانت الصورة مخالفة هم انطوني خبر. حاولوا تعلقون، حاولوا تدوسون لايك. تابعوني عامر جمو.